كما شاركت المملكة العربية السعودية مملكة البحرين احتفالاتها بأعيادها الوطنية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 وتزينت بوليفارد رياض سيتي بالوان عالم مملكة البحرين الأحمر والأبيض وظهر العديد من المواطنين والمقيمين مرتدين الوشاح البحريني. وتعتبر منطقة بوليفارد رياض سيتي أهم وجهة ترفيهية عالية المستوى وأكبر مناطق موسم الرياض 2022. شهد افتتاح منطقة بوليفارد رياض سيتي إقبالاً كبيراً من الزوار، وقد استقبلت المنطقة زوارها بأجواء مبهجة بعروضها الفنية والمميزة